رجعنا مشاهدينا لنتابع حلقتنا لليوم ووصلنا للفقره الاخيره وبيسعدني استضيف خبير الطاقه والجمال كلود سعد. اهلا وسهلا فيك هاي لين. كلود كيف احوالي؟ تمام وانت؟ تمام بخير. كلود مثل العاده نحن دائما بنحكي عن جمال المراه واليوم عم نحكي خصوصا بفصل الصيف. دائما نحن من في من النوم نكون بجبجين اذا مورمين، شو السبب؟ دائما نحن انت بتعرفي البشره بتترهل، مشان هيك وقت بتترهل البشره وخصوصا نحن كمان بالصيف بتعرفي نحن اشخاص منطول السهره كثير ومن كمان مننام على تقريبا وجه الضوء وبعدين منعرق ومنتغطى وعنا عوامل كتير، مش هيك منقوم نحنا بالصباح من شبعانين نوم شربانين بيكون الكول كتير، واذا من شربانين الكول بكون مقبصين كتير بالاكل، الافرازات اللي بتكون بجسمنا وخصوصا السكري بيطلع اكتر واكتر، منقوم مورمين مبجبجين، منحس حالنا لانه الملوحة عنا بتكون قويين كتير، مشان هيك بنطلع مبجبجين وعينينا غرقانين وما بنحس حالنا برياحة كتير كبيرة. ما له علاقة الشوب كتير؟ لا الشوب بس كمان الشوب هو ما بيريح الجسم، يعني الشوب كمان هو بيضغط عليك اكثر واكثر، مشان هيك انت اوقات بتقومي فقوسي لانك انت مشوبي، وسواء تكوني مدوره الاي سي بتقومي مرتاحه مشبشبه ما عندك اي مشاكل. او الجسم كمان حتى بيعبي مي بفصل الصيف؟ طبعا بيعبي كثير مي، لانه مثل ما بحكي اكثر شيء الملوحه هي اللي بتخلي المي بيتعبى بقلب الجسم، مشان هيك دائما انا بقول لهم لازم يكون عندنا نظام اكل سليم، لانه قبل منك الضيفه الكريمه كمان كانت عم تتحدث عن هذا الموضوع وعن اسباب الماكولات اللي نحن بناكلها بدون وعي وما عاد عندنا استراتيجيه حقيقه نحن بنظام عائلي متكامل لنعرف حالنا شو عم ناكل، كيف عم نشرب، كيف عم ننظم نظم حالنا بالاكل. يعني شو لازم نعمل نحن؟ شو لازم ناكل او نشرب حتى ما نفيق بجبجين؟ نحن اول شيء لازم بالليل نبلش بس ناكل خضار، هلا بيقولوا لي طيب واذا اجينا اكل كثير؟ فينا ننظم حالنا باكل بطريقه سليمه، نوقف الملوحات، يعني ما نزيد ملح على الاكل، حتى بالسلطات ما نكتر كثير ملح، يعني هالملح، ليش؟ لانه نحن دائما بنقول في عندنا سمان كثير كبار بالحياه هن السكري وعنا الملح، هول الشغلتين قد ما فينا نحن نخففهم قد ما نحن بنكون عم نحافظ على جسم كثير حلو وكثير سليم. نعم. حنشوف معك كلود خلطة ممكن تساعدنا حتى نتخلص من هالورم. طبعا خلطتنا كثير مميزة، هي من البندق المطحون، من الخيار، من العسل، وطبعا معه المي، نحن رح نخلطها تقريبا بآخر الفقرة ورح نتحدث عن أهميتها وكيف هيدي البشرة وقت بنقوم الصبح بتكون مبجبجة كلياتها مورمة، كيف لازم ترجع تروق تصير مثل بشرتك ما عندها أي مشاكل. كنا عم نحكي عن الملح والسكر، شو في غذاء كمان تاني؟ طبعا نحن دائما بنقول حتى ننظم حالنا بالحياه اليوميه، ناتشر كلود ابتكرت شغلات هيك حتى عند الانسان بيقدر ياخذها مثل متممات غذائيه ما يكون عندها اي مشاكل، ودائما انا بقول لهم الفات بيرنر من ناتشر كلود او حارق الدهون من ناتشر كلود هو سبب اساسي لغذاء متكامل، بنشط لك وبيخليك تصيري انسانه عاديه، بيحرق لك دهن وبالوقت ذاته بيخليك تصيري ما يكون عندك اي مشاكل، لانه هو بيرجع بجدد لك الخلايا من الداخل وبنظم لك هالغذاء كلياته، حتى السكري وقتها بيعلى بيشل لك اياه نهائيا حتى ما يتحول الى فات، مشان دائما انا بنصحهم الفات بيرنر ياخذوه ثلاث مرات صبح وظهر وعشيه قبل الاكل بنصف ساعه، حتى شو ما اكله حتى ما يصير في عنده اي مشاكل، دائما نحن بنسحب كل الـ يعني الغذاء الغير مضبوط والدهنيات اللي بدها تتراكم وحتى السكري بنشيله وبنكبهم بالخروج ما يكون عندنا اي مشاكل. كلود ممكن هالدبجبج او الورم يكون دليل لمشكله صحيه غير انه يكون في احتباس للمي بالجسم؟ طبعا نحن دائما وقت بنقول نحن يعني كناتشر كلود كمان الست وقت بتوصل اوقات بعمر يعني صار بعمر الكبير ويعني فوق ال 45 هو مش عمر كبير، هو عمر حقيقه يعني هيدي بتبلش الحياة، بس نحن بنقول سن اليأس هون بتحس المرأة أنه لأنه في أشخاص كتير بيدقوا لي بيقولوا لي نحن خلصت الدنيا قدامنا شو بعد بدنا من الحياة، لأن بتكون الرغبة الجنسية عندهم ماتت ضعفت ما عاد عندهم شيء بيخليهم يرجعوا يقاوموا الحياة، وحتى الرجال تبعهم بيضلوا خايفين ليهرب من البرودة اللي صارت عندهم. لا ناتشورال كلود فكرت فيهم حقيقة، لأنه بتعرفي السبلمنت بناتشورال كلود هو اشتغل على على العامل الوراثي بقلب العائلة أو بقلب الإنسان، مشان هيك ابتكر
صار عنده عشبتين أساسيين، وهون بدي أحكي عنه قد ما هو هيدي العشبتين اللي أنا دايما حكيت عنهم وخبرت عنهم، أنه المرأة اليوم ما عاد في شيء اسمه سنية، لا بالعكس، المرأة وقت بتوصل للأربعين لازم ترجع البنت 20 سنة بكل جسدها، حتى هو بجدد الخلايا عندها، بيرجع بخليها تصير إنسانة ناشطة قوية، عندها شخصيتها، عندها كل شيء، وعندها وبتحس حالها انه انسانة ثاني. ليكي دائما بدي احكي عنهم اللي هو الفيرلا، الفيرلا الاكستراكت، هي بتخلي المرأة ترجع ناشطة، يعني ناشطة بمعنى انه تخلي حالها تصير انسانة بالفعل، عم تحس حالها انه الحياة رجعت لها، الموت تبعها رح هو تحسه حياة ثانية. وعندها عشبة ثانية كمان اسمها الدميمة، الدميمة الإكسترا كمان هي بتقوي لها الرغبة الجنسية طبعا عندها، ومن هون كمان هي بتحس حالها انه هي مش خجولة، او ما هي عم تعمل شيء افور لتخلي جوزها ينبسط بالعلاقة معها، لا بالعكس، هي بتكون عم تعيش حياة طبيعية، انسانة جديدة، وعم ترجع تولد من اول وجديد بالحياة الحلوة تبعيتها اللي فوق الأربعين سنة دائما بنحكي عنها. طيب كلودا، في نساء بيكون عيونهم بجبجين صيف شتاء، يعني حتى مش بس بفصل الصيف، شو الحل بيكون؟ هذا الحل، اول شيء لازم تعمل فحص، فحوصات عامه طبعا وراثي، ورح تحس حالها انه هي، ورح تعرف انه هذا بجبش كلياته من الاكل الدسم اللي عندها، وبالوقت ذاته كمان هي من الملوحات اللي عندها. طبعا الاي تريتمنت من ناتشورلي كلود انت بتعرفي انعمل خصيصا للاشخاص اللي بيكون عندهم ورم تحت عينيهم، نعم، وعندهم التجاعيد. الاي تريتمنت من ناتشورلي كلود هو عنده ماده اسمها الالاستين، هي بتولد مع الشخص اول ما بيخلق، مثل ما بيولد معنا الكولاجين، مثل ما بيولد معنا الكيراتين بقلب الشعره، ماده الالاستين هي كفيله جدا انه هي تجلى البشبش كلياتها وتعالجها، هي مش بس انه هي مرحليا انه بنحطهم مثل ما نحن بنكون عم نخبي السوي تحت العينين، لا، هي بالعكس بتقوي لها ماده الالاستين بقلب البشره او تحت العينين، مشان هيك بترجع عينها بتنشط اكثر واكثر، بتشتغل اكثر واكثر، وبتشد وبترجع عينين حلوه ونضره وما عندهم اي مشاكل. نعم كلود، المنتجين اللي حكيت عنهم من شوي هن مخصصين للنساء بس او للنساء؟ لا طبعا للرجال كمان، انا هون خصص له شغلي. انت بتعرفي كمان اليوم ناتشورال كلود دائما بتفكر بجمع العائله، بتفكر انه ما لازم يكون في بالعائله اي بروبلم، مش هيك نحن خلقنا لهم صنف مميز جدا من عشبتين كمان اساسيتين بين الله اعطانا اياهم، حتى عند الرجال ما بيقدر يكون عنده الحيوان المنوي بيكون ضعيف، نحن بنقوي له اياه، بالوقت ذاته بنرجع بننشطه جنسيا ليحس حاله انه هو فعلا قادر يكون عائلته وما يقدر هو يبعد عن عائلته. انت بتعرفي نحن دائما نتحدث، حتى الكتب المقدسه دائما كانت تحكي عن العسل وعن اهميه العسل، نحن هون عم نحط فوائد العسل، ولكن العسل الـ يعني العسل الملكي هو بيعطينا الغذاء كثير قوي، بالوقت ذاته بينشط للعملية الجنسية اللي عندنا وعند الرجال، وكمان عندي هون العفيفي، العفيفي اكستراكت هي عشبة كمان بتولد بآسيا، نحن جبناها كمان دخلناهم مع بعضهم ليصير هالإنسان قادر يكون عائلة سليمة وما يكون عندها أي مشاكل. نعم، طيب هل منتجات تشتغل على الدماغ؟ لا ابدا، هي بتشتغل بس جسديا، لانه انت بتعرفي اليوم نحن عم نحارب كل شيء اسمه كيميكلز، نحن حتى كنت قاعد بالريجي برا عم نتحدث عن اهميه هالسبلمنت، انه هو بيشتغل بذات الوقت بنشط جنسيا، لا ابدا، هو تريتمون نحن بنبلش فيه، من اول اسبوع بنبلش حالنا عم نتقدم 10%، ثاني اسبوع 20 30%، هو مش ماده بنشربها نحن ودغري بيصير معنا الحاله وبنرجع بعد يومين بنرجع نضعف ونزول، لا بالعكس، هي بتقوي لنا حتى نضل على طول نحن سليمين وجسمنا سليم وما يكون عنده اي مشاكل، مشان هيك نحن هيدي التغذيه هو مثل باور عم تعبيه يوميا بجسمك انت لترجع تكفي فيه حياه طبيعيه، مش حياه مرحليه. وهون انا بتصور لازم كل انسان عنده مشكل بحياته الزوجيه، انا فعلا كان المراه ولا كان الرجال لازم يتوجه على ناتشورلي كلود ليقدر يساعده، لانه انت بتعرفي هذا بدي اسالك اياه، يعني المراه والرجل لما توجهوا لعندك كنا عنده مشكله بالانجاب قد ايش استفادوا من المتوجه. طبعا نحن الدراسات اثبتت اليوم عندنا 90% كتر خير الله دقوا لنا وقالوا لنا نحن تحسننا كثير، صار عندنا كتر خير الله اولاد من هذا الموضوع، وهذا الشيء نحن استغربناه بالفعل، تحدثنا مع امريكا مع اللي عملوا هول الادويه وقلنا له عم بيصير معنا حالات واحد اثنين ثلاثه، مش شانس،
مش شانس ابدا. مشان هيك رجعوا اعطونا الدراسات واعطونا هدول الاحشاب كيف بتساعد هيدي البذره. ما ربنا ما بيخليكي انت تضلي ضعيفه طول حياتك، ربنا دائما بيعطيكي شيء موجود بالطبيعه. انا وقت تحدثت عن الشاي الابيض عم بنتقل من مرحله لمرحله، بس لاقول انه الشاي الابيض ما انا خلقته، الشاي الابيض ربك اعطاك اياه على الارض موجود لتاخذيه حتى يحارب لك الكونسير. ليش يحارب لك او يقتل لك يقوي لك المناعه عندك؟ لانه كمان ناتشورال كلود عندها حبه بتطول العمر. ليش؟ لانه انت جبتي على المرض عليكي، ما ربنا بعث لك، انت ركضتي تاكلي اكل ما بيسو، انت عم تتنشقي هواء ما بيسو، انت عم تروحي على الدخان، انت عم تروحي على الكحول، انت 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 اللي عم بتخلي جسمك يتعرض لهيدي السموم كلياتها. ربك كان عيتيك الطبيعه تبلشي فيها وعم يعطيك اياها بفصول. انت ليه انت بتقولي الفيتامين سي؟ لا لا عم بحكي عن اي انسان، انا عم بعطي اكزامبل طبعا انت شريكي وانا لا بالعكس، خليني احكي عن حالي. ربنا عطانا الفيتامين سي باول فصل الشتاء لانه عارف في فيروسات بتجي، ما اعطاك اياه بالصيف، اعطاك اياه باول الشتاء لانه بيعرف انه الفيروسات بتجي باول موسم الصيف. اعطاك شيء من الطبيعه تاخذيه الفيتامين سي كان موجود بالحمضيات لتحاربي انت كلياته. هيدي نحن دائما بنفكر فيها، مشان هيك نحن بندخل على الطبيعه وبنغوص بالطبيعه وباعشابها لانه بنعرف ربنا خلقنا عشبه لنحارب فيها اي مرض نحن بيصيبنا. نعم. كلود، هالمنتج كرمال مشاكل الحمل عند النساء فيها تستخدمه المراه بعمر بس متقدم ولا فيها تبلش فيه بعمر ابكر يمكن بالعشرين؟ لا طبعا بتبلش فيه اذا عندها هيدي الحاله اللي كنتوا عم تتحدثوا عنها انت والحكيم، الحاله اللي ما بتقدر تجيب فيها. نعم. لانه هي بتساعد المبيض تبعها وبتقوي لها، بدها تاخذ ثلاث حبات صبح وظهر وعشيه قبل الاكل لازم تاخده. نعم. لتقدر هي تبلش بهذا التريتمون خلال ثلاث شهور. انا بتمنى عليها قبل ما تاخذ هيدي الادويه المتممات الغذائيه بتمنى عليها تعمل فحوصات وتراقب حالها، تاخذهم وترجع تعمل فحوصات تشوف هي قد ايه عم تتقدم بهيدي الحاله. وحتى الرجال كذلك امر يبلش هيك ويرجع يطلعنا على الامر انه هو قبل شو قد ايه كان وبعد ما اخذ التريتمون قد ايه صار، هيك بيعرف حاله انه نحن كان كلامنا مزبوط ماشي بسياق مزبوط 100%. وما عنده اي مشاكل جانبيه؟ ابدا كتر خير الله، لانه هو عشبيه، هو منه متركب كيميكلز، هو لو مركبينه كيميكلز كان نحن حسينا يعني حسوا الافاده سريعه جدا وقالوا مزبوط هذا المتمم 100%. بس ولكن بيكون عنده الحالات متقدمه مثل الفات بيرنر. اليوم الفات بيرنر من ناتشورلي كلود، في ناس اشخاص بيدقوا لي بيقولوا لي كلود طب ما حسينا بوجع راس، ما حسينا بدقات قلب، ليكون ما في شيء، لانه بيعرفوا انه المتممات الغذائيه او الحبوب اللي بتقطع شهيه لازم تعمل لهم شيء براسهم. نعم. لازم تنمل لهم دماغهم، لازم تعمل لهم دقات قلب، لازم تخليهم يفوت على المستشفى ليقولوا هذا حقيقه هذا بيقطع شيء. لا، ناتشورلي كلود ما بتشتغل هيك، ناتشورلي كلود بتشتغل على كل خليه بقلب الجسم. يعني انا وقت حكيت عن الفات بيرنر عن سبع اعشاب مخلوطه بقلبه، واحد بيشتغل للسكري، واحد بيحرق لك دهن، واحد بيقوي لك الميتابوليزم. مش هيك عم اقول لك لازم تاكلي معه خمس وجبات. نعم. لحتى الميتابوليزم عندك دائما يضل بحركه ويساعد ويشتغل وتتقدمي، ما تشيخ عندك الميتابوليزم. مشان هيك هي مش مرحليا ومن بعد ما بتوقفي بترجعي بتنصحي اكثر واكثر، لا بالعكس، كل ما بتوقتها بتوقفي بترجعي بتضعفي اكثر واكثر لانه الميتابوليزم عندك رجع صار شبيه بيقوى كمان وبتقوى اكثر. شو الخلطه لليوم كلود؟ طبعا خلطتنا مثل ما قلت للانتفاخ تبع البشره رح نبلش فيها. قلنا نحن رح ناخذ ملعقه من البندق المطحون، رح ناخذ ملعقتين من الخيار، وكمان رح ناخذ ملعقتين مي حتى يصير في عنا هيدي الخلطه، ورح ناخذ طبعا ملعقه عسل كامل الدسم، عسل طبيعي كامل الدسم، هذا حليب. نعم. اوكي، وبنخلطها كلياتها. هيدي الخلطه كفيله انه هي ليش بترطب؟ اول شيء البندق المطحون هو في الاوميجا 3. نعم. البندق المطحون هو في حديد وهو في معادن كثير كبيره وحتى في فيتامين كي بقلبه. نعم. هو اللي بيخلوا يرطبوا البشره يقووها من الداخل ويعطوها هول الفيتامينز. الخيار هو في نوع من البروده بخلي البشره تبعيتك ترو، يعني ما يضل فيها هيدي الحماوه القويه، بالوقت ذاته بتمتص الملوحات اللي بقلب البشره. نعم. تبعك. طبعا العسل هو بيرجع كمان بيقوي لك الموضوع
قوة الألياف اللي بقلبها والمعادن اللي نحن بحاجة لها هيدي البشرة كم الكولاجين، لأنه طبعا هو العسل غني بالكولاجين، غني بمادة الإلاستين، غني بالفيتامين إي اللي دائما بقول عليها هو العاشقة للبشرة، مشان هيك بيصير في عنا الترطيب تدريجيا بالوقت ذاته بخف هيدا الورم كلياته وهتبجبج وقت منقوم النوم. كيف لازم نستعملها؟ لازم نستعملها مرتين الصبح وقت منقوم، ولازم نستعملها بالليل قبل ما ننام. بس ولكن بدنا نروح على حمية غذائية بهذا الموضوع ونخفف الملوحة قد ما فينا بالليل حتى ما يصيبنا هذا الانتفاخ. كلود شكرا لوجودك معنا اليوم، ونحن اكيد حنشوفك الاسبوع المقبل كمان. ميرسي لك. شكرا لك. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، ما تنسوا تتابعوني بكره بحلقة جديدة وموضوع جديد حنحكي فيه عن اضطرابات النوم. باي.